الو، ما بترديش على التليفون بتاعك. انا بحبك كتير والله العظيم، بحبك كتير. مالك يا حبيبتي؟ فيه خالد، انا متضايقه كتير. حالي وحيده. انا هجيلك حالا. لا ما تيجي لهم خالد، ما بحبك تيجي لهون خاصة بهالوقت. انت عم تشوف الكل كيف عم يتطلع فيك هون، خاصة سلمى. بليز ما تجي. انا عايز اشوفك حالا وهجيلك وما يهمنيش اي حد. طيب انت وصل لهم، بس توصل احكيني، رح اطلع لعندك بلا ما حدا يلاحظ. حاضر، مسافة السكة واكون عندك. ماما، ماما حبيبتي، معلش انا لازم اخرج دلوقتي. ظاهر لوين؟ عندي مشوار مهم. لعند ريم مش هيك؟ وكل هالعشاء اللي انا محضرته على شرفك لتروح انت تقعد عند ريم. مرسي خالد، مرسي. معلش يا ماما، مش عايزك تزعلي، أنا بس بكلمها طول اليوم ولقيت عندها مشكلة كبيرة وبتعيط، فلازم أروح لها. قولي أنت لبابا بس إن أنا رايح أجيب خلود من عزا وكاي. ماشي؟ ماشي. ألا معك. يا حبيبي يا روح قلبي، وحشتني يا حبيب قلبي. ايه ده؟ ايه الحلاوه دي والجمال ده والطعامه دي؟ اللهم صل على النبي. ايه اسمعوا، ما تقصد يلا نمشي. بس هقول لك على حاجه، هنتعشى برضه لوحدنا؟ كنا كل سنة أنا والبنات نقعد هون على هالطاولة ونحتفل بعيد ميلادك وعيد ميلاد خالد وبعيد زواجنا حتى. نقعد نطلع بكرستك الفاضية ونتخيلك معنا. يوم انقلبت الآية أنا وياك قاعدين هون وحدنا عم نطلع بكراسي البنات وعم نتخيلهم معنا. ما تفكر إني عم بعاتبك، أنا ما بحب عاتب ولا مرة عاتبتك، وعم بقول لحالي إنه أنا كنت خاف يجي يوم ويكبروا البنات ويتركوني مثلك مثل خالد، صير لحالي، صيروا كل الكراسي الفاضية. بس أنا دلوقتي هنا وموجود. إيه صح، بس أنا ما فيي راهن عليك. أنت اليوم معي، بكرة مش معي. أنا بحاول أكون إيجابي، بس ظاهر ان الايجابيه مش نافعه في البيت ده. وها
هلا كمان رح تتركني لحالي؟ ما عاد ليش نفس، مش عايزة اتعشى.